الإمام البخاري الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري ابن برد زبة الجعفي، ولاء يعني مولى برد زبة، نعم. ولد يوم الجمعة بعد صلاة 13 ليلة خلت من شهر شوال سنة 94 و100 بخارتنج، فيها أيضا الكسر. قال يقرب بخارة، وبخارة من أعظم المدن ما وراء النهر، بينها وبين سمرقند مسافة 8 أيام، ومات فيها سنة 56 و200 للهجرة. البخاري هو إمام الشأن، البخاري لا منازعة إمام الشأن، من أساطير المحدثين، هو أعلم الناس بالعلة، حتى أعلم من علي بن المديني. إمام الأئمة الأعلام، جبل الحفظ وإمام الدنيا، ثقة في الحديث ثبت، بل ثقة وفوق الثقة. هو إمام المسلمين وقدوة الموحدين وشيخ المؤمنين. هذا الإمام هو إمام أهل الشأن، تقدم حتى على أحمد، تقدم حتى على أحمد. هو المعول عليه في حديث سيد المرسلين، كان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في غاية الحياء، كان أدب يعني. نشوف هو كتابه كتاب الأدب، وهو الذي بيّن لنا الأدب حقا، كتاب الأدب. طيب، وهو الذي تأدب عندما جلس بين يدي معلمه ورآه يتحرك بيده فابتسم ابتسامة، فخشي أن تكون هذه الابتسامة إيش؟ غيبة، فتحلل. شوف قمة الأدب الذي كان فيه. نعم، كان في غاية في الحياء والشجاعة والسخاء والورع والزهد في الدنيا دار الفناء، والرغبة في الآخرة دار البقاء. والذي يبين لك ذلك أنه يعني كانوا يرمون ويلقون عليه الدنانير من الذهب، ولما بعث الولي القرية التي كان فيها بعث عليه، قال ائتنا أولادي يريدون الإسناد في الصحيح. قال أنت ولي أمري يا أمير المؤمنين، من أراد الإجازة فليأتنا المسجد. هو والطلبة سواء. فبعث علي أنهم لا يريدون إلا أن يكونوا فرادة، قال لا إجازة إلا في المسجد، إن أردت فأتي بأولادك. كانوا عزة، ولما عزوا العلم أعزهم الله جل في علاه على الجميع. يعني الكلام الذي نقوله في هذا الباب، الأعمش أعمش وثيابه مبهدلة كما يقولون، مهرولة مقطعة، جلس مجلس التحديث وأتاه ورقة الوالي العطية، ورقة الوالي، وكان عنده ماعز خلفه داجن، فأخذ الورقة ويحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمها للداجن. عزيز، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفعه إلى السماء إلى المعالي، كما قال عطاء قال لو نظروا إلي ما استعملوني بقالا، أسود أفطس أعور، ها عنده محود، ما اسمها، أحدب أيضا في الظهر، هذا كل هذا في عطاء. وعطاء كان يقف والجميع الحجيج يلتفون حوله يسألونه، ويقول هذا سيد مكة حقا، وحدود ابن عم. ولذلك جاء ابن عباس قال هذا سيدهم، هو تلميذ ابن عباس. الغرض المقصود يعني الإمام البخاري ألقى الدنيا خلفه، رماها، باعها، ما أراد إلا الله جل وعلا. أخذ الإرث الذي تركه أبوه وأنفقه كله في علم الرجال، ودار الدنيا كما دار أحمد الدنيا. توفي والده وهو صغير فنشأ في حجر أمي، وأقبل على طلب العلم منذ نعومة أظفاره، بدت عليه علامات الذكاء والبراعة منذ حداثته، فضل الله يتيم ما يشاء. حفظ القرآن وهو صبي، ثم استوفى حفظ حديث شيوخه البخاريين، ونظر في الرأي، وقرأ كتب ابن المبارك حين استكمل 16 سنة.
ورحل في طلب الحديث إلى جميع محدثي الأمصار، وكتب بخراسان والعراق والحجاز والشام ومصر وغيرها، وسمع من العلماء والمحدثين وأكب عليه الناس وتزاحموا عليه. الصحيح أن نقول أن البخاري لما نزل هذا أنشأه الله، هؤلاء القوم اصطفاهم الله لنفسه، لذلك ترى من نشأتهم يهيئهم الله تهيئة تامة. لما جلس بين يدي أحمد بن حنبل ورأى براعته وفهمه ودقة نظره ورأى شدة الحفظ الذي هو فيه، قال له: أين تذهب يا محمد؟ أتتركنا وتترك الناس؟ يقصد بذلك يترك إيش؟ العلماء، لكنه استوعب ويريد الرحلة. اللهم الحقنا بهم يا رب، اللهم الحقنا بهم، قوم خلقهم الله له. تحدثوا عن نفسه فيما ذكره الفريبري عن محمد بن أبي حاتم وراق البخاري، قال: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب؟ قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: 10 سنين أو أقل. إلى أن قال: فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، يعني أصحاب الرأي. قال: ثم خرجت مع أمي وأخي إلى الحج، فلما طعنت في 18 سنة صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ 18 سنة وصار ملكا من الملوك، ثم صنفت التاريخ بالمدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. قال: وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول الكتاب. انظر، كل اسم يترجم له قصة، وهذا أمر معناه اسمه سعة الاطلاع. لذلك لا تتعجبن عندما دخل إسحاق بن راهويه على الأمير قال: تريد أن ترى سحرا؟ قال: نعم. فأراه كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري. والشباب الشباب الصغار الآن يطعنون في طعنوا في ابن تيمية، طعنوا في البخاري، يطعنون في البخاري. طبعا هو واجب عليهم أن يطعنوا في البخاري، لو عندهم أي بدعة يطعن فيه. طب البخاري وافق قوله قول الخوارج في قول في الإيمان والإسلام واحد، هل تستطيع أنه أن تقول منهم؟ هو قطع الله لسانك والأمة بأسرها تقطع لسانك. لكن شوف هؤلاء ماتوا علما وهم فرغوا، ليس فرغوا أنفسهم، الله جل في علاه فرغهم له. هؤلاء قوم صنعهم الله لنفسي، كما قال الله تعالى: واصطنعتك لنفسي. اشتغل وهو صغير في طلب العلم وسماع الحديث، فسمع من أهل بلده مثل محمد بن سلام ومحمد بن يوسف البكندي وهو عبد الله بن محمد المسندي وابن الأشعث ومن غيرهم، ثم حج هو وأمه وأخوه أحمد وهو أسن منه 110، فرجع أخوه بأمي وبقي في طلب العلم، فسمع بمكة يحلو الليل بهؤلاء. قوم اصطفاهم الله جل في علاه لنفسه وخصهم بالخير من عنده، فاستعملهم لنصر دينه، فلم يعرفوا شيئا غير الله جل في علاه. لذلك لما أكثروا عليه حسدا وحقدا وطرد من البلدة نظر إلى السماء، ثم قبض حياته فقال: اللهم اقبضني الساعة، اللهم اقبضني الساعة. فما مر أسبوع إلا وقبض الله جل في علاه. يقولون: كنا نزور قبره يفوح مسكا شهرا، كان يفوح مسكا شهرا. انظروا إلى الكرامة عند الله جل في علاه، وانظروا كيف فعل الله له.